مرض ولا عمليات تجميل؟ أحمد السقا يثير الجدل بوجهه الشاحب مع أحمد مكي. جدل كبير أثاره الفنان أحمد السقا في أحدث ظهور ليه في برومو مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، واللي فتح مجال كبير للتساؤلات بين الجمهور بسبب وشه الشاحب اللي ظهر عليه علامات تغيير كبيرة. يا ترى ده بسبب عمليات التجميل ولا مرض؟ أحمد السقا ظهر في البرومو وهو فوق حصان وقدامه الفنان أحمد مكي واللي بيجسد شخصية الكبير، وحاول مكي إنه يشتري من السقا الحصان بتاعه لكنه رفض. دقايق معدودة ظهر فيها أحمد السقا خلت الناس تسأل هو ده فعلاً أحمد السقا ولا دوبلير ليه بسبب التغيير الكبير في ملامحه. ومن بين التعليقات اللي جات له على ظهوره في البرومو، أحمد السقا مغير شكله ولا ده الطبيعي؟ هو أحمد السقا عامل كده ليه؟ أقسم بالله ما عرفته. شفت إعلان مسلسل الكبير وظهر أحمد السقا في لقطة استغربت شكله. هو شكله عامل كده ليه؟ وخرجت زوجته الإعلامية مها الصغير عشان تكشف حقيقة الجدل المثار حوالين زوجها، واللي نفت فيه إنه يكون بيعاني من أي مرض عضوي وإنه سبب ظهوره بالشكل ده إرهاق من التصوير مش أكتر. وطمنت الجمهور على حالته الصحية، وبيظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف في مسلسل الكبير قوي الجزء السابع مع الفنان أحمد مكي في موسم رمضان. واللي قدر يحقق نجاح كبير لسنوات متتالية وكمان لسه محافظ عليه، وبتدور أحداثه في كوميديا مختلفة بقرية المزاريطة.